وتعرف المسيرة الخضراء بأنها مسيرة سلمية انطلقت نحو الأراضي الصحراوية المغربية بهدف استرجاعها وإنهاء الاستعمار الإسباني لها. شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية، وهي الحدث التاريخي الأبرز في تاريخ المغرب المعاصر. في 16 من أكتوبر من عام 1975 أعلن المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ مكنت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وقد وضعت هذه المسيرة السلمية حداً لنحو ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار والاحتلال المرير لهذه الأقاليم، ومكنت المغرب من تحقيق واستكمال الجزء الأكبر من وحدته الترابية. فبعد أن بتت محكمة العدل الدولية بلاهاي في ملف المغرب، وجاء رأيها الاستشاري معترفاً للمغرب بحقه في صحرائه، مؤكداً على وجود روابط قانونية وروابط بيعة متجذرة كانت دائماً قائمة بين العرش المغربي وأبناء الصحراء المغربية. أعلن المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم مسيرة خضراء لاسترجاع الصحراء وتحريرها. وقد جاءت المسيرة الخضراء لتضع حداً فاصلاً مع منطق الحرب وأسلوب المغامرة، وحرصاً من جلالة الملك الحسن الثاني على تجنيب المنطقة حرباً مدمرة، اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم مسيرة خضراء داعياً إلى نبذ العنف واللجوء إلى الحوار لتسوية النزاعات. وقد رأى الكثير من المؤرخين وعلماء الاجتماع السياسي وسايكولوجيا الجماعات في المسيرة الخضراء فعلاً اجتماعياً وسايكولوجياً متميزاً، وأول ارتعاشة قومية عاشها المغرب والمغاربة قاطبة بعد الاستقلال. وفي 5 نوفمبر عام 1975 خاطب الملك الحسن الثاني المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلاً: غداً إن شاء الله ستخترق الحدود، غداً إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غداً إن شاء الله ستطؤون طرفاً من أراضيكم وستلمسون رملاً من رمالكم وستقبلون ثراً من وطنكم العزيز. بلغ عدد المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء 350 ألف مواطن من جميع مناطق المغرب، وكان اختيار الملك الحسن الثاني لعدد المشاركين المغاربة يساوي عدد الولادات بالمغرب في تلك الفترة. في تلكم المسيرة المباركة تسلح المتطوعون بالقرآن ولم يحمل خلالها أي سلاح، تأكيداً على أنها مسيرة سلمية انطلقت بقدر كبير من الانتظام والدقة والتنظيم اللوجستي اللافت حتى عبرت المسيرة الخضراء حدود الصحراء.